بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الفيديو رقم 10. وفي هذا الفيديو بمشيئة الله تعالى راح نتكلم على النوع الرابع من أنواع الـ Classification of Signals، ألا وهو أنه We classify the signal as deterministic and random signals. ما راح نتكلم كثير على هذا النوع، بس المهم في الموضوع أن أنت تفهم فكرة الـ Deterministic، إيش المقصود فيها، والـ Random Signals هي واضحة من الاسم. فلو تلاحظون، يعني لو رسمت الجراف الآتي، أي جراف مثلا، وكان هذا T وهذا X of T، وكانت هذه السيجنال معطاة عندي بهذا الشكل مثلا، أوكي. فالآن السيجنال هذه أنا at any point of time، لو مثلا فرضت عن تايم تي 1، انا بامكاني اعرف قيمتها، الفاليو لها. ف الديترمينستيك سيجنالز، انه هي السيجنالز انه فينا نعرف، فينا نحدد قيمه الفاليو بمجرد ان احنا نعرف الفاريبل المعطى عندنا. فمثلا لو اعطيتك اكس اوف تي ايكوال اي e to minus 10 t مثلا، انت لو عرفت قيمة ال t وعرفت قيمة ال a، فيك تحدد قيمة السيجنال ايش هي وكيف راح تكون، وفيك حتى ترسمها. ففي الحالة هذه هذا النوع من السيجنالز نسميه deterministic signal، يعني السيجنالز about which there is certainty with respect to its value at any time. الأمثلة اللي أخذناها قبل اللي هي كانت السكوير سيجنال والتريانجولار سيجنال and so on، هذه كلها كانت ديترمينستيك سيجنال. and by the way، خلال كل الكورس هذا، كل السيجنالز اللي راح نتعامل معها هي ديترمينستيك سيجنالز. الآن بالنسبة للنوع الثاني اللي هو انه we classify the signal as random signals. الراندوم سيجنال هي signals انه ما فيني انا اتوقع ايش راح تكون الا اذا حصلت، يعني اذا حصلت السيجنالز انا وقتها بامكاني اعرف ايش هي السيجنالز، قبل كذا ما فيني احدد قيمتها. فهي إذا كنت أبغى أحدد قيمتها، أحددها بالبريدكشن، بالبروبابيلتيز، وهذا الكورس الوحدة راح نتعامل معها في الكورسات الجاية. أتوقع إنه في كورس اسمه راندوم سيجنالز، فهذا الكورس هو اللي راح نتعلم فيه كيف نتعامل مع راندوم سيجنالز. بس حاليا كل السيجنالز اللي راح نتعامل معها هي عبارة عن ديترمينستيك سيجنالز. إذا النوع الرابع هنا بس تعرفنا عليه، إنه نعرف إيش هو، اللي هو classify the signal as deterministic signal ولا random signals. وقلنا ان deterministic signal هي signals بحيث اني استطيع انه اعرف قيمتها، بامكاني predict قيمة للsignals. random signal هي signal قبل ما تحصل ما فيني اتوقع ايش هي السيجنال هذه الا انه افرض لها probabilities. طبعا هذا هو فيديو سريع عن الموضوع. بالنسبة للrandom signals مثلا زي النويز، ولا في الامبليفيكيشن، في الامبليفاير ابلكيشن، وفي الراديو ابلكيشن، والتلفزيون نشوف فيها النوع هذا من السيجنال اللي هو الراندوم سيجنالز. طبعا انا حاولت اني اتكلم عنها بصوره سريعه. الان ننتقل الى الجزء الثاني، وهو انه وي كلاسيفاي ذا سيجنال از انرجي اند باور سيجنال، واللي هو تصنيف مهم جدا واتمنى تتابعوني فيه. ان شاء الله راح نشرحها بصوره وافيه.